تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. عجبا لزمن يتصدر فيه المشهد الاعلامي للجهله والبصمجيه واللي ملهمش في الكوره من الاساس. خرج علينا امبارح عفه نصاب، هو عفه نصاب لانه بينصب في الكلام وما بيقولش الحقيقه، بس هو بيطلع الغل اللي جواه تجاه النادي الاهلي. خرج مع محمد فاروق كابتن النادي الاهلي السابق وقال ان لو النادي الاهلي تعادل مع بيراميدز ده هيبقى نتيجه ايجابيه وكبيره للنادي الاهلي، وقال ان بيراميدز عقده النادي الاهلي، وقال كمان ان بيراميدز هو اللي هياخد الدوري. في تصدير مشهد احباط نفسي للنادي الاهلي ولاعيبي النادي الاهلي واداره النادي الاهلي، قال يعني الكلام ده هيأثر في النادي الأهلي، ونسي وتناسى إن بيراميدز هم اللي متعادلين بشق الأنفس مع النادي الأهلي في آخر مباراة جمعت ما بيننا بسبب تباطؤ الشناوي في تشتيت الكرة، ونجح مهاجم بيراميدز إنه يخطفها من تحت رجله ويجيبها هدف التعادل بعد ما كان إن النادي الأهلي بين قوسين أو أدنى في تحقيق الفوز على نادي بيراميدز. وأزيدكم من الشعر بيه، وليه يعني زيدكم من الشعر بيت؟ نأجل الشعر وزيادة الشعر لما نسمع الراجل اللي كله حقد دفين على النادي الأهلي اللي اسمه عفت نصاب، اسمعوا هو قال ايه وتعالوا لي تاني عشان عندي كلام مهم عايز اقوله. بس ما تنساش عزيزي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو، لو اول مرة تشوفني اول مرة تتابعني اول مرة تخش قناتي تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناتنا قناة الاهلاوية على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف كابتن عفت نصاب قال ايه ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا، يلا بينا. طيب عايز اخد رايك في مباراه الغد، مباراه الاهلي وبيراميدز، توقعك للماتش ده كابتن؟ بص المباراه دي عقده الاهلي بيراميدز. الاهلي يعني مباراه صعبه بالنسبه له، الاحداث اللي بتحصل فيها دايما كل ده في ان المواجهات نفسها المواجهات لصالح بيراميدز بفرق او بالارقام صحيح. لكن قبل ما لو احنا حطينا الاسيوطي كاسمه كان هو نفس النادي، لا برضه التعادل في عدد مرات الفوز، خلي بالك. لا احنا بنتكلم على الاسم، بنتكلم على بيراميدز مش الاسيوطي. الاسيوطي خلاص انتهى من زمان دلوقتي، في بيراميدز احنا بنتكلم على بيراميدز، المباراه اللي بتؤجل كل فتره، المباراه اللي بيتاجل عليها كاس مصر بتاع السنه اللي فاتت علشان ما تتلعبش والكاس تتلغي بسببها. ظروف ايوه ظروف، يعني هي الظروف، يعني يا فاروق هي الظروف، ظروف وقت. طب اسمعني كله يعني ورا بعض ورا بعض، يعني الظروف، الظروف انك تلعب كاس مصر جديد والكاس مصر التالي فاضل فيه 3 مباريات، مشكله الاتحاد تلعب هو المسؤول عن البطوله. انا بطوله يعني كاس مصر دي، طب عملت ليه كاس الرابطه دي؟ طب عملت ليه كاس الرابطه؟ ليه ما كملتش كاس مصر بتاع السنه اللي فاتت؟ عملت ليه كاس الرابطه؟ عشان الدوريين مش موجودين، عشان الدوريين مش موجودين. طب يا عم ما هو في وقت بعد كده في كاس الرابطه، لا العب الكاس بقى، العب كاس اللي المفروض فيه 3 مطوشه بس. يعني هلعب دلوقتي حوالي 40 50 مباراه للفرق كلها عشان الغي 3؟ هو الموضوع مش اهلي وبيراميدز يا كابتن، هو الموضوع انك تلعب بطوله. انا دي وجهه نظري، ايا كان بقى مين هيلعب مين، العب البطوله الاعرق في مصر. اعتقد لو اعتقد لو الاهلي والبيراميدز، لو الامور ما كانتش ماشيه الاهلي والبيراميدز كان الموضوع كمل. تفتكر؟ صدقني والله. لا لا مش كده، مش معاك يا كابتن خالص، لان في الاول وفي الاخر هي بطوله مهمه. ايوه ما تضمنش مين يكسبها. اوكي ماشي، يبقى خلاص. طب ما انت لغيت على الزمالك دلوقتي بطوله كاس، لغيتها الزمالك بطل الدوري، المفروض ليه سوبر، لغيت السوبر بتاعها ازاي؟ يعني انت عارف، انت لغيت على الزمالك كده بطولتين، ما انتش ضمانك الزمالك كان يكسبها، ما هيخش سوبر. ايوه هيلعب ان الاهلي هيكسب السوبر يعني ده، ايا ياخدها ايا ياخدها، بس انا الزمالك وصلت للمرحله النهائيه، المفروض خلاص ما استناش بقى ده يقول وده يقول لا وخلاص اجلوها. يعني ان شاء الله ممكن ترجع تاني. ما طيب انت شايف ماتش بكره؟ ماتش صعب جدا للفرقتين، فرقتين طبعا فرقتين كبار في وقت، يعني كل فرقه فيهم محتاجه تكسب. بيراميدز عامل انجازات افريقيه غير مسبوقه، لا زمالك ولا اهلي ولا اي حد في عدد مرات الفوز اللي بيحققها في بطوله افريقيا. فرقه كويسه عندها امكانيات كويسه، الاهلي
فرقه كبيره وعندها امكانيات كبيره برضو. نتيجه الماتش كانت تاثر عليهم في البطوله الافريقيه. بص الاهلي اتاثر عليه انما بيراميدز ما اتاثرش عليه, لان بيراميدز انت عارف هو ما بيلعبش على كل البطولات, يعني مش مطلوب من اللعيبه كل البطولات ياخدوها, انما الاهلي طبعا لازم بيلعب على كل البطولات, فاي نتيجه هتاثر عليه. كنا يمكن هنكمل كلامنا عن نادي الزمالك, كان وانا وكابتن عفت بنتكلم كده بنتحدث عن الدوري الممتاز ورؤيته, يمكن كابتن عفت ليه رؤيه في الدوري الممتاز في فكره مين سوف يفوز بالدوري. انا كنت بقول له الاهلي من وجهه نظري انا الشخصيه بالاداء اللي ممكن بيقوم بيه النادي الاهلي. كابتن عفت قال لي نادي تاني خالص. مين يا كابتن عفت؟ انا اتفرجت على اغلب مباريات بيراميدز وشايف ان اجهز فرقه والفرقه اللي عندها السبير الكويس اللي عندها الدوافع بشكل كبير جدا فرقه بيراميدز. شايف ان بيراميدز السنه دي تفوق على الاهلي والزمالك. السنه دي اتوقع بيراميدز يتفوق على الزمالك والاهلي في بطوله الدوري. الاهلي بكره عنده الماتش بيراميدز وعنده الزمالك بعد كده. الاهلي لو عمل نتيجه كويسه بكره يتعادل. يتعادل من وجهه نظرك؟ لو الاهلي عمل نتيجه كويسه. إيه بنيت ده على اساس ايه يا كابتن؟ بص امكانيات اللعيبه هنا وهنا فرق كبير, بالاضافه ان الضغط العصبي اللي موجود دلوقتي على فرقه الاهلي. رؤى كمان المدير الفني اكيد هيقدر يعني هيبقى هيريح لعيبه غصب عنه علشان ماتش سان داونز. نفس المشكله دي اللي وقع فيها الزمالك قبل كده لما كانش فيه تاجيلات والزمالك راح لعب مش عارف فرقه في اسوان ورجع, الامور بتبقى صعبه حتى في اشتراك اللاعبين. يعني انت قول لي دلوقتي مثلا السرد باكات اللي موجوده في الاهلي اللي موجودين اتنين وياسر ابراهيم لسه او لا, عندك مشكله في الجزئيه دي, عندك مشكله ان في اللاين فيرود لا قدر الله اي حاجه حصلت في المباراه بتاعت بكره دي هتبقى صعبه جدا في سان داونز, هتلاقي فيه تفكير وحاجات. انما صعوبه كل مباراه كده بالظبط. انما بيراميدز المباراه اللي فاتت ايهاب جلال كان اللاين فيرود بتاعه كله ريحه المباراه اللي فاتت, عنده مجموعه لعيبه مميزه بتزيد كمان مع الوقت بالاضافه طبعا للعيبه المصريين الموجودين زي عبد الله ورمضان وابراهيم عادل. رؤيتك لفريق بيراميدز؟ لا بتمتع بصراحه لما بتفرج عليهم. لعيبه كوره محترمه معاهم مدير فني محترم. ممكن ما يبقاش بنفس الطريقه بيراميدز كان بيبقى ماشي بشكل كويس ومره واحده الامور يعني تخلف معاه. اخذوا الخبرات التعامل في مصر, يعني اخذوا الخبرات. يعني انا السنه اللي فاتت هم اتظلموا كتير قوي السنه اللي فاتت ان هم يلعبوا في ملعب اتحاد الشرطه مثلا مع فرقه الزمالك والاهلي او شيء. المفروض يبقى في عداله ما بين الفرق كلها, كل الفرق تلعب في كل الملاعب وعلى كل الملاعب وفي نفس الوقت اللي بيتحدد ما يتحددش الفرق تلعب دايما الساعه 3 وفرق تلعب دايما الساعه 8 و9 بالليل. ده المفروض لما نقول عايزين كوره يعني. تمام. قبل ما اكمل بقى كلامي عن الزمالك قول لي بقى كده, ما دام انت بتقول البيراميدز من وجهه نظرك كله هياخد الدوري, ترتيب الفرق في الموسم من خلال فوز بيراميدز بالدوري, بيراميدز اول, مين بقى ثاني والثالث يا كابتن؟ يعني بص هتمشي اول ثاني ثالث, اهلي زمالك بيراميدز زمالك اهلي بيراميدز اهلي زمالك هتمشي كده. بقيه الفرق انا شايف ان الـ 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 المصري سموحه المصري مش شايف سموحه في الفرق اللي فوق قوي. مباريات انا بتابع كل مباريات على فكره حتى وانا قاعد يعني دايما بجيب كل الفرق بتفرج على كل الفرق من الساعه 3 طول ما انا قاعد في شغلي, حتى ما عنديش شغل بقعد اتفرج عليهم كده. في فرق كويسه قوي بس برضو المعدلات الاداء مش كل مره بتبقى عاليه ومش كل مره بتبقى واطيه. يعني مثلا ممكن تشوف فيوتشر عالي قوي وبعد كده تشوف فيوتشر تحت خالص. الباشمهندس اللي بيتكلم على العقده اللي بيراميدز عملها للنادي الاهلي, انا عايز اقول له ان في عهد تركي الشيخ كان بيجيب لنا الحكام اللي موجودين في الدوري السعودي اللي هم متعاقد معاهم الدوري السعودي عشان يديروا المباريات, كان بيقول اتحاد الكره هات لنا كذا وهات لنا كذا وهات لنا كذا, واللي بيجوا على حساب تركي الشيخ
بيعملوا اللي تركي الشيخ بيقول لهم عليه، احسب دي ضربه جزاء ما تحسبش دي ضربه. يا راجل ده مره كان في تقنيه خط الفار قبل ما يطبقوا الفار، كان هو عاملها، كان جايبها مايله، كان جايبها مايله عشان يحسب لاعب النادي الاهلي تسلل وهو مش تسلل، والعكس صحيح. وياما ضربات جزاء للنادي الاهلي. فاكرين جهاد جريشه لما طلع وقال انا بعتذر لجمهور النادي الاهلي، كان في ضربه جزاء واضحه وضوح الشمس للنادي الاهلي وما حسبتهاش للنادي الاهلي، وانا بعتذر للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، ما كان في ماتش بيراميدز. وفاكرين مره النادي الاهلي كان بيلعب ضد بيراميدز وكان بيلعب ضد الزمالك وجابوا حكم اجنبي قال وشافوا اللعبه قال انا بعتذر، اللعبه دي فيها ضربه جزاء والمفروض كان في ضربه جزاء للنادي الاهلي وما حسبتهاش. اولا يا كابتن عرفت يا نصار او يا نصاب، حضرتك ما تفهمش حاجة في الكورة، لان ما فيش حاجة اسمها عقدة في كرة القدم، لان ما فيش حاجة اسمها ثوابت في كرة القدم، ما فيش قاعدة ثابتة تقدر تبني عليها. القاعدة الثابتة اللي تبني عليها متلخصة في بعض الاشياء ولكن مش موضوعات اللي انت بتحكي فيها. القاعدة الثابتة ان انا ههاجم كويس، هدافع كويس، هيطلع شكلي كويس، دي قاعدة ثابتة. ولكن ما ينفعش تقول قاعده ثابته ان النادي الاهلي بيراميدز كعبه عالي على النادي الاهلي وبتتوقع ان بيراميدز ياخد الدوري، دي وجهه نظرك مش هناقشك فيها. انما لما تيجي عند نقطه ان لو النادي الاهلي اتعادل مع بيراميدز ده شيء كويس وشيء انجاز للنادي الاهلي، لا يبقى انت واهم. ما تعرفش النادي الاهلي التعادل بالنسبه له خساره، المكسب باداء وحش بالنسبه له خساره. النادي الاهلي كان فايز على المريخ السوداني وجماهير النادي الاهلي طالعه غضبانه وزعلانه، ازاي يدخل في النادي الاهلي هدفين؟ ازاي ده يبقى اداء النادي الاهلي؟ احنا عايزين اداء ونتيجه وشغل حلو في الملعب، مش بنفرح بضربه جزاء وهميه ولا باحتواء من الحكام. يا كابتن عفت لو حضرتك بتتكلم كوره هنرد عليك كوره، بس انت عندك غل من النادي الاهلي، بتغل من النادي الاهلي. معذور النادي الاهلي ياما ضربك على وشك وكنت بتطلع تقول ان نادي الزمالك مظلوم والمحسوبيه ومش عارف ايه، وانت نسيت تماما فاروق عفر لما كان بيقعد مع الحكام وبيخيروه ضربه جزاء ولا طرد، ما هو كان في عهدك مش كنت انت وفاروق عفر حبايب واصحاب في نفس التوقيت وانت كنت مع فاروق عفر في نادي الزمالك؟ يعني اللي انا عايز اقوله لعفت نصار او للكابتن عفت نصار، يعني لما تحلل تحليل منطقي وعقلاني هنرد عليك منطقيا وعقلانيا، لكن تيجي تقول ان بيراميدز كعبه عالي على النادي الاهلي ومحظوظ وعقده النادي الاهلي، لا النادي الاهلي ملوش عقده. النادي الاهلي بيدخل بياكل اللي قدامه، ولكن في حاجات في الملعب ممكن تاثر عليك، التحام واسع. وطبعا مالت عبالي لقح بالكلام يقول لك كاس مصر اتلغى ليه؟ كاس مصر اتلغى عشان الاجنده الدوليه بتاعتك يا استاذ، عشان عشان المنتخب يا استاذ، عشان البطوله العربيه اللي انت شاركت فيها يا استاذ اللي مالهاش اي 900 قيمه، صح ولا لا؟ البطوله العربيه اللي هو كاس العرب اللي خدته الجزائر انت شاركت فيها وما هي مالهاش لازمه من وجهه نظري، مثلا هنقول اعداد او غيره، لكن كان ده تاثير مباشر على تاجيل كاس مصر، على الغاء كاس مصر. طب ما الاجنده الدوليه المشكله مش النادي الاهلي، المشكله يا فندم مش كل حاجه تصدره النادي الاهلي فيها، لو واحده اتطلقت اخر الدنيا تقول النادي الاهلي هو السبب. انا عايز اقول لعفت نصار صفي نيتك عشان ربنا يديك. انا مش هلوم على محمد فاروق لان هو عايز يعمل حلقه، عايز يجيب مشاهدات، عايز يجيب نسب مشاهدات، هيجيب واحد زملكاوي يغلط في النادي الاهلي او يهلفط على النادي الاهلي، فده خلاص شغله، اتفقنا على كده، مش هنلومه ولا هنقول له انت بتعمل ايه وما بتعملش ايه. لازم يبقى في حاجه سبايسي كده تولع الحلقه عشان تجيب له مشاهدات، ده طبيعي، وتزود الاعلانات. ولكن لما تجيب شخص ناقشه كده وقول له انت غلطان في الحته الفلانيه، انت بتقول حاجه غلط، انما ما تطبطبش عليه حتى وانت بتعارضه، اسلوبك في المعارضه ني وطيب، ما ينفعش. قول له تعالى بالارقام، هتقول لي الاسيوطي مش الاسيوطي، لا خلينا في بيراميدز والكاس اتاجل عشان خاطر النادي الاهلي، لا مفيش كاس اتاجل عشان خاطر النادي الاهلي، الكاس اتاجل علشان التحام المواسم من موسم لموسم والتحام البطولات والاجنده الدوليه بتاعت منتخب مصر. فاكر اللعيبه لما خدتهم في كاس العالم في الاولمبياد، فاكر لما رجعوا لك وضغطت الدوري وخسرنا الدوري الموسم اللي فات، فكان سبب ايه خسران الدوري في الموسم اللي فات؟ كان بسبب ان انت واخد 5 لعيبه من النادي الاهلي، ده غير ان انت خدت 5 لعيبه في منتخب مصر منهم 2 اتصابوا، واحد رباط صليبي والتاني
والتاني جات له كورونا والتالت مش عارف ايه. فاللي انا عايز اقوله لعفك نصار لو انت بتتكلم كوره هيترد عليك كوره، لكن انت بتتكلم من خلال قناع حطه بس انت مرتدي عبايه الزمالك، لو قلعت عبايه الزمالك وخليتك حيادي ومحترم هرد عليك باحترام، بس للاسف انت ما عندكش اي نوع من انواع المهنيه او الحرفيه في الطرح. انت بتتكلم وكان كلامك قاعده اساسيه بترجع. طبعا النادي في حاجات بعض الحاجات قالها صح، يعني بيراميدز ملوش جمهور، يلعب يخسر يفوز يعمل ما حدش هقول له انت فين، لكن النادي الاهلي لا وراه جماهير بالملايين بتطالبه بالفوز، ومش بالفوز بس لا بالفوز والاداء الحلو، لكن ده يلعب ما يلعبش ده نادي فاني معمول خلاص نكايه في النادي الاهلي عشان نخيص النادي الاهلي. تركي عمله علشان وجاب رئيسه كان بيلعب في النادي الاهلي وكان بيدرب في النادي الاهلي حسام البدري عشان يخيز الكابتن خطيب، وفي الاخر ايه باع النادي وطفش ومشي لما لقي الدنيا مش تمام معاه ومش ماشيه زي ما هو عايز. المهم ان شاء الله باذن الله نفوز النهارده وباداء جيد على بيراميدز عشان نخرس الالسنه، عشان نخرس عفت نصاب وكل من على شاكلته. انتهى الفيديو بتاعنا، ما تنساش عزيزي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو. لو اول مره تشوفني، اول مره تدخل قناتي، اول مره تشاهد اي فيديو ليا، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.